لكل من لا يعلم، مجال التجارة الإلكترونية لم يكن أول مجال عملت به أو تعلمته، إنما بالأصل أتيت من مجال الكهرباء والإلكترونيكا. كل الحكاية هي عن شخص أنهى دراسته بالمرحلة التوجيهية، وكنت أبحث عن نفسي، لم يكن لي المال، لم يكن لي شيء، ولم أكن أعرف ماذا سأفعل بحياتي. جميع الأشخاص نصحوني للذهاب بطريقة معينة والمعتادة، وهي طريقة التعليم والحصول على لقب معين، مدة تعليم 4 سنوات أو 5، وبالمقابل العمل بشكل جزئي لتغطية تكاليف التعليم. الجميع توقع أن أكون مثل جميع الأشخاص التي عادة يختاروا هذه الطريقة، ولكن من داخلي كنت متأكد أن هذا ليس هذا الشيء الصحيح لفعله لنفسي. النهوض كل صباح، وربما أكون مسرور بالعمل الذي أعمل به، أن أعبر عن نفسي بالطريقة التي أنا أريدها، بالأمل أن أحصل على بعض الدعم من البيئة التي حولي. أردت أن أجد نفسي، أردت أن أجد هذا الشيء الذي سيمكنني النهوض كل صباح من أجله. المشكلة أننا مسجونون داخل نظام الذي يقرر لنا ماذا سنفعل، تماما مثل القطيع، ولا يمنحونك الإمكانية لاختيار ما أنت حقا تريده، لدرجة أنك لا تسمع صوتك عندما تريد أن تتحدث. من الصعب رؤية أصدقائك حققوا أهدافهم بالحياة في نوع من نظام معين، وأنت حاليا تبحث عن نفسك. جميع الأصدقاء والأقارب يسألونك بما تعمل في هذه الأيام مع نظرة مستهترة، وهذا هو السؤال الصعب: ماذا تريد أن تفعله بالحياة؟ حتى لو شاركت أفكارك ونظرياتك معهم، دائما ستسمع الكلمة لا، وقلة الدعم منهم. لا يوجد شيء أكثر صعوبة من الذهاب ضد التيار. يوجد عدد لا نهائي من الإمكانيات في عالمنا هذا. العالم مليء بالإمكانيات، وأنت لا تعرف أي إمكانية هي صحيحة. لا يوجد أحد يعلمك أو يرشدك كيفية اختيار الإمكانية المناسبة لك، أو كيفية الإنصات لنفسك لتعرف ما هي الإمكانية المناسبة لك. أنت لا تعرف ماذا تريد أو ماذا تريد أن تختار، وهذا يشعرك بالإحباط والبلبلة. وفي أغلب الأحيان جميع الأشخاص تستسلم للواقع وتتماشى مع النظام القائم، لأنهم لا يؤمنوا بأنهم قادرين على التغيير. أنت تشاهد الكثير من الأشخاص الناجح بحياتهم ونجحوا بسهولة، من ثم تبدأ في الاستنتاج وتسأل نفسك: ماذا لو أنا ليس جيد بما فيه الكفاية؟ ماذا سيحدث لو فشلت؟ لماذا وبأي حق فكرتي ستنجح؟ لأنه يوجد الكثير من المواضيع التي لا أعرفها، والكثير من الأشخاص أفضل مني. لقد كان الكثير من اللحظات التي لم أؤمن في نفسي كفاية وأشكك في نفسي. أنت تشعر أنك لا تساوي شيء مقابل ما يقولونه لك جميع الأشخاص، وتشعر بالضيق والضياع. وهذه النقطة هي نقطة مهمة في حياتك، أو تتجه إلى اليمين أو تتجه إلى اليسار. يوجد أشخاص تصل لهذه المرحلة مباشرة بعد إنهاء الدراسة في الجامعة، أو يوجد أشخاص الذي يصل إليها في منتصف حياتهم. هذه الرحلة مع الحياة تجعلنا الالتقاء مع أسئلة كبيرة التي من الصعب الإجابة عليها. وفي النهاية قررت تعلم مجال هندسة الكهرباء والإلكترونيكا. اخترت مجال الذي حقا كنت أريده، ولكن حتى خلال تعليمي المجال شعرت أنني لا أعبر عن نفسي، وأنني قادر على أكثر من ذلك. شعرت أنني ضائع، وسألت نفسي: هل هذا هو ما أريد فعله طوال حياتي؟ لقد أنهيت دراستي وتخرجت بنجاح، وعملت بالمجال في شتى أنحاء البلاد. كل شخص رآني من ناحيته أن رضا عازم نجح، ولكن من داخلي شعرت أنني غير قادر على الوصول للمرحلة القادمة،
وفي الحقيقة لم يكن لي الشغف للوصول إليها لأنني شعرت بنقص معين ولم أعرف ما هو هذا النقص. وبدأت أسأل نفسي إذا هذا المجال ليس ملائم لي، إذا ماذا سيلائمني أكثر؟ ما هو الشيء الذي حقا أحب العمل به؟ الكثير من الأشخاص انتقدوني وقالوا لقد تعلمت هذا المجال واستثمرت الكثير من أجله والآن ستتركه. مرة أخرى أنا في مفترق طرق بالحياة وأشعر بالضياع، وشعرت بهذا الشعور لفترة طويلة، حتى أنني تعرفت على صديق المقيم في أمريكا اسمه معتز، وأخبرني أنه يعمل بمجال التجارة الإلكترونية وهذا هو مصدر رزقه الرئيسي. صراحة دائما أحببت مجال التجارة وطلبت منه أن يعرفني على هذا المجال، وحقا رأيت الإمكانيات الموجودة فيه، وقررت تعلم المجال من أفضل وأنجح الأشخاص بالمجال. لقد سافرت لمحاضرات داخل وخارج البلاد لاكتساب هذه المهنة، أنفقت آلاف الدولارات واستثمرت الكثير من وقتي لتعلم المجال. دائما عندما تقرر قرارات مهمة بحياتك عليك المكافحة من أجلها والاستثمار بها من وقتك ومالك. لقد درست مجال التجارة الإلكترونية وعملت مع كبار التجار في هذا المجال، وأنا أعد نفسي ناجحا جدا في هذا المجال، حتى لدرجة أن إي بنفسها أتت لمكان عملي وعملت فيديو عن نجاحي. بعد العمل بالمجال لعدة سنين وامتلاكي عدد كبير من المتاجر بشتى أنحاء الإنترنت، قررت إنشاء شركة استشارة للشركات أو المصانع المعنية ببيع منتجاتها في المواقع البيع الافتراضية. لقد عملت مع شركات كبرى في بلادي ونجحت في إيصالهم لأرباح كبيرة جدا، وبعد ذلك قررت أن أعلم المجال بالعالم العربي وافتتحت أكاديمية كامبوست. في البداية كنت أعلم المجال محليا في بلادي، الكثير من الطلاب تخرجوا من أكاديميتنا والآن تتاح لهم الفرصة لتحقيق الأرباح التي حقا يريدونها، واليوم أعمل بالمجال أيضا عالميا من خلال دورات الأونلاين التي أعلمها، وأتعرف على العديد من الطلاب من جميع أنحاء العالم العربي. لقد نجحت في إنشاء مجموعة من الأشخاص ليصبحوا محترفين في مجال التجارة الإلكترونية التي تتحدث نفس اللغة. لا يمكنني القول أن هذه الطريقة كانت سهلة، لقد بذلت الكثير من الجهد، تعلمت المجال بطريقة صحيحة، طورت نفسي كما هو لازم، ولم أستسلم من رغم الانتقادات التي سمعتها خلال مشواري. لقد استضفت في عدة برامج في التلفاز والراديو في بلادي وإنشأت قناة يوتيوب فعالة وناجحة جدا، أشخاص يتابعون الأكاديمية من خلال مواقع التواصل الاجتماعية ويتعرفوا علي في الشارع ولم أعرفهم من قبل. وفي هذه الأيام بعد كل الأشياء التي مررت بها ومساعدة عدد كبير من الأشخاص دخول مجال التجارة الإلكترونية، لقد تأكدت من شيء واحد، أن المبادرة هي طريقة حياة والمبادرة هي تحقيق حلم. إذا هل نحن متفاعلين ونقرر كيف ستكون حياتنا، أو أننا في حالة غيبوبة وننتظر لشخص آخر أن يحقق حلمنا نيابة عنا؟ ماذا حقا نحن نريد؟ هل نحن نحقق أحلامنا أو نحن نائمين؟